جيت اليوم لاجرو سود 2019، قدمت مداخلة تخص القيمة المضافة للمنظومة الفلاحة البيولوجية. حبيت نعطي أهمية كبيرة لمنظومة الفلاحة البيولوجية وقدرتها على التقييم المضافة وللمنتوجات الجهة في الجنوب، خصوصا عبر إعطاء علامة الفلاحة البيولوجية. منطقة الجنوب التونسي تزخر بالعديد من المنتوجات اللي تنجم تدخل للسوق الأسواق العالمية، اللي تنجم زادة تنمي الجهة من ناحية توفير أنشطة عمل، تنجم تنمي زادة الجهة من بيعطيها ديناميكية اقتصادية كبيرة، تنزل تنجم تحافظ على المنظومة البيئية نتاعها. هذه كلها عناصر حكيت عليها تهم القيمة المضافة للمنظومة الفلاحة البيولوجية.